الأنشطة الموازية والأنشطة الداعمة الأخرى. أود أن أشكركم وسائل الإعلام الحاضرين معنا في هذه في الحفل الختامي للنسخة الرابعة من الجائزة الوطنية في فن الخطابة، وهي الجائزة المفتوحة في وجه تلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية بربوع المملكة، وتندرج هذه المسابقة في إطار تشبيك الموضوعات ما بين الأكاديميات الجهوية. كل أكاديمية تهتم بمجال من المجالات المرتبطة بالحياة المدرسية، وهي فرصة لنفتح الإمكانيات للتلاميذ والتلميذات من أجل التباري ويعني الانخراط في الحياة المدرسية من أجل تعزيز منظومة القيم، لأن هذه هي الغاية. وهذا يعني هذا النشاط يندرج في إطار أيضا تفعيل القانون الإطار المرتبط بمنظومة التربية والتكوين، وأيضا في إطار التنزيل الإجرائي لخارطة الطريق اليوم 2022-2026، والتي وضعت من بين أهدافها الاستراتيجية هو يعني الرفع من أعداد التلاميذ المستفيدين بالمؤسسات التعليمية من الحياة من أنشطة الحياة المدرسية. الهدف هو تعزيز قلت منظومة القيم لدى التلاميذ، وتعزيز تشبعهم بالقيم الوطنية والكونية، وأيضا جعل هذه يعني تمتع هذه القيم ممارسات وسلوكات داخل الفضاءات المؤسسات التعليمية وخارجها. التباري اليوم كاين بين المترشحين حول يعني في اللغة العربية واللغة الأمازيغية والأنجليزية والإسبانية والفرنسية، وكانت هناك مسابقة أخرى مخصصة لذوي الهمام التي كما تتبعتم كانت مسابقة مؤثرة، بحيث أنه كانت هناك مشاركة مكتفة وكانت عزيمة عند هذه الفئة التي نعتز بها ونواكبها من أجل ضمان اندماجها بالشكل السليم داخل المنظومة. هناك يعني تقريبا الأكاديميات كلها كانت ممتلة، وكانت يعني لاحظنا أن الجوائز توزعت ما بين أكاديميات مختلفة، العيون، قلميم، سوس ماسة، الدار البيضاء، الرباط، وهذا يعني يشجعنا على الاستمرار وعلى مواصلة هذا التشبيك لما فيه مصلحة التلميذات والتلاميذ. الشكر للأستاذ معطى الله الذي رافقني طوال الرحلة، والأستاذ حنان عرب، جزيل الشكر لكم.